ألف زرزة وزرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. عامل النظافة تسمى المهن بنتاجها، فالصحفي اسمه مشتق من الصحافة، والنحاس من النحاس، والبنا من البناء، والحجار من الحجر. إلا عامل النظافة فاسمه مشتق عندنا من الزبالة، زبال هكذا نسميه، يعني فوق ما بينظف ويلملم ما نرميه في الشارع بشكل مشروع كوضع الأوساخ في كيس أسود مغلق في الموعد المحدد وفي المكان المحدد كالحاوية مثلا، أو بشكل غير مشروع كرمي الأكياس كجلمود صخر من البلكون ذاته اللي نشرب بمعية إطلالته فنجان القهوة الصباحي الرايق. لم نستسخ تسمية عامل التنظيفات، جكارة بكتاب القراءة طبعا ولصعوبة كلمة تنظيفات ربما، لكن ألا نستطيع أن نستعيد عن هذه الكلمة الغليظة زبال بتسمية صحيحة أكثر ودقيقة أكثر ومنصفة أكثر، وهي عامل النظافة؟ لماذا على عامل النظافة أن يرتبك إذا صدفته خارج أوقات الدوام وسألته عن مهنته؟ ألم يستطع فطاحل الأدب والشعر ابتكار اسم يليق بشخص ينظف شوارعنا كل يوم؟ أم أن هذه القضية التافهة ليست من ضمن اهتماماتهم؟ طبعا فوق ما اسمه زبال راتبه 8000 ليرة سورية فقط لا غير، يعني أقل من 200 دولار، بينما وحسب معلوماتي فإن عامل النظافة يتقاضى راتبا عاليا في معظم دول العالم المتحضر، وأنا شخصيا لي أصدقاء لا بأس بعددهم من عمال النظافة، وهناك أحاديث فيما بيننا في شتى أمور الحياة، وكثيرا ما أشعر بالخجل من ذكر كلمة زبال أمامهم، لكنني اليوم فكرت بأن لماذا لا أخجل من ذكر هذه الكلمة في غيابهم أيضا؟ لماذا لا نتخذ قرارا بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين أصدقائنا وأطفالنا، بألا نستخدم كلمة وسخة في وصف رجل نظيف ينظف؟ والطلب ليس صعبا كأن تمتنعوا عن رمي الأوساخ في الشارع، لا الطلب سهل، سموا هذا الرجل باسمه الحقيقي عامل النظافة وشاكل وردة، فالسعادة في العمل هي قمة العمل. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.